بعد أن أنهوا رحلتهم لرحلة إحياء ذكرى الغوص 30، أقيم حفل توزيع المكرمة الأميرية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص 30 بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري. توزيع المكرمة الأميرية السامية اللي يكرم فيها الشباب سنوياً، وهذه المكرمة الأميرية طبعا دعم كبير بالنسبة لنا، شيء واضح وصريح ومميز بالنسبة حق الشباب، دعم لا محدود. هذا بحد ذاته رسالة من صاحب السمو يحث فيها الأجيال المتعاقبة على الاهتمام في هذا الموروث البحري الأصيل. كلنا نعرف أن التراث البحري هو تراث كان مصدر رزق الأول للكويت بلا منازع، ما في رزق ثاني غير الغوص والسفر، وفي مصادر رزق ولكن هذا الأساس. ولكن الله يطول بعمره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ساهم ودعا للاهتمام في هذا الموروث، ودعمه اللي قاعد يقدمه للشباب هذا أكبر رسالة يقدمها للشباب. هذا التكريم الذي له دلالات عدة هو للنواخذة والمجدمية وشباب الغوص المشاركين في رحلة إحياء ذكرى الغوص 30. حقيقة هذه المناسبة مناسبة غالية علينا كلنا وعزيزة ومكرمة سامية، حقيقة نفتخر فيها كلنا، وهي يقدمها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لأبناء النواخذة والشباب بعد رحلة غوص جميلة ورائعة ومعبرة، قدمت الكثير من المعاني والدلالات اللي العالم كله كان يهتم في هذه الفعالية وليس على المستوى المحلي، وطبعا الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد الشيخ نواف أعطى هذه الرحلة الميزة الخاصة اللي نفتخر فيها كلنا ككويتيين. والنواخذة والشباب حقا يقدمون ويرسمون أجمل لوحة خلال فترة الصيف.